الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ند له فيدارى، ولا شريك له فيدارى. الرحيم الغفور الشكور، المنزه عن من يظلم أو يجور. هو الأول فلا شيء قبله، والآخر فلا شيء بعده، والظاهر فلا شيء فوقه، والباطن فلا شيء دونه، وهو بكل شيء عليم. يا أيها الناس، إن وعد الله حق، فلا تغرنكم الحياة الدنيا، ولا يغرنكم بالله الغرور. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا، إنما يدعو حزبه ليكونوا من أصحاب السعير. وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وقائدنا وقدوتنا ومعلمنا ومخرجنا من الظلمات إلى النور سيدنا محمد، سيد الأولين والآخرين وحبيب رب العالمين، أرسله ربه رحمة للعالمين وحجة على العباد أجمعين. فهب الله تعالى به من الضلالة، وبصر به من الجهالة، وكفر به بعد القلة، وأغنى به بعد العيلة، وألم به بعد الشتات، وأمن به بعد الخوف. فصلوات الله وسلامه عليه، عليه وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين. واتصلت عين بنظر، ووعت أذن بخبر، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الإخوة الأحباب، حددت وزارة الأوقاف اللقاء اليوم بعنوان مراحل بناء الشخصية في الإسلام. ولقد اهتم الإسلام ببناء الشخصية، اهتم الإسلام بالإنسان ليعمر هذه الأرض. فلقد قال الله تبارك وتعالى: هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها. والمتأمل في القرآن الكريم يصف أنه كتاب يصف الإنسان، كتاب الإنسان. فالقرآن الكريم إما أن يتحدث إلى الإنسان أو يتحدث عن الإنسان. فصلاح الأمة منوبا ببناء شخصية صالحة، تبني ولا تهدر، تفي ولا تهدر، تصلح ولا تفسد، تصدق ولا تكذب. نحتاج أيها الإخوة أن نبني إنسانا صالحا بمعنى الكلمة. نحتاج إلى زرع إنسان يبقى أثره مئات السنين. كما قال أحد الحكماء: إذا أردت أن تزرع لسنة واحدة فازرع قمحا، وإذا أردت أن تزرع لعشر سنوات فازرع شجرة، وإذا أردت أن تزرع لمئة سنة فازرع إنسانا. أيها المسلمون، إن من أهم الأسس والضوابط لبناء شخصية صالحة في الإسلام حسن اختيار الزوجين. فلقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حسن اختيار الزوج: من جاءكم من ترضون دينه وخلقه فانكحوه، الا تفعلوا تكن فتنه في الارض وفساد كبير. وقال في حسن اختيار الزوجه: تنكح المراه لاربع: لمالها وجمالها ولحسبها ولديننا. ثم يأمرنا النبي صلى الله عليه وسلم: من عادات الناس أن المرأة تنكح لهذه الصفات. ثم يأتي الأمر إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: فاغفر بذات الدين كذبة يداك. لذلك قال علماء التربية أن دور الأم يسبق دور الأب في تربية الأبناء. وكما قال الشاعر: الأم مدرسة إذا أعددت
فأراد أن يبادرها فقالت له يا أنس لعل الخير يكمن في الشر، فتركها وانصرف. وبعد سنين دخل المدينة، هو أنس دخل المدينة فوجد شابا يدرس العلم في أحد المساجد فأعجب به فسأل الله عليك، رفعت الأقلام وجفت الصحف
كبيره وخطيره. والله لو قلتها لشاب كبيرا ما يستطيع ان يفهم هذه الكلمات. وسيدنا ابن عباس كان غلاما صغيرا، والنبي صلى الله عليه وسلم يرص في روحه الايمان بالله تبارك وتعالى والعقيده السليمه السويه. نعم ايها الاخوه، لذلك الصحابه رضي الله تبارك وتعالى عنهم تعلموا من النبي صلى الله عليه وسلم روح الايمان بالله. فهذا سيدنا بلال بن رباح كان يعذبه اميه بن خلف ويضع على صدره حجر ويقول له اترك دين محمد، فيقول احد احد، يثبت على الدين. وهذا سيدنا حبيب بن زيد الانصاري رضي الله تبارك وتعالى عنه، كان لما قال له مسيلمة الكذاب، مسيلمة الكذاب هذا ادعى النبوة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ادعى له نبي ويوحى اليه. فلما قال لسيدنا حبيب بن زيد الانصاري اتشهد ان محمدا رسول الله؟ قال نعم. قال اتشهد اني رسول الله؟ قال لا اسمع. فما زال يفكره اربا اربا، وسيدنا حبيب بن زيد الانصاري ثابت على الحق، لانه عنده روح الايمان بالله والعقيده السليمه السويه. وهذا 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 والامثله كثيره. لذلك ايها المسلمون، ايضا من اسس وضوابط بناء الشخصيه تعود الاطفال الصغار على العباده، على الصلاه وعلى الصيام. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: موروا اولادكم عند سبع وعاقبوهم او اضربوهم عند العشر سنين وفرقوا بينهما في المضاجع. والله في جمعه من الجمع انا متعود على شاب طفل صغير يقف امامي، ففي هذه الجمعة ما رأيت؟ ما شفتوش، ما جتش الجمعة. فسألت جده فقلت له: أين فلان؟ فقال لي: ما صلى الجمعة اليوم. لماذا؟ قال: يا عم الشيخ، احنا تعلمنا الصلاة بعد الجيش. لا حول ولا قوة إلا بالله. أين تطبيق السنة في بناء الشخصيه؟ ايضا من اسس وضوابط بناء الشخصيه الاسلاميه منهج التعلم، منهج النبي صلى الله عليه وسلم في اداب النوم واداب الاستيقاظ واداب دخول الخلاء واداب الاستئذان واداب الطعام والشراب. هذا سيدنا عمر بن ابي سلمه يقول: كنت في حجر النبي صلى الله عليه وسلم وكانت يدي تطيش في الصحفة، فقال لي: يا غلام، سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك، او كما قال التائب وكم كما ذكر التائب حبيب الرحمن، ادعو الله استجب لي. واعلم ان صلاح الامه في صحه اعمالها
قال الإمام الشافعي: اصبر على طول الجفا المعلم، فإن رسوب العلم في نفرته. ومن تجر ومن فاته التعليم وقت شبابه فكبر عليه أربعا لوفاته. العلم ما أدراك ما العلم. يقول الله تبارك وتعالى: وأول ما نزل من القرآن الكريم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم قول الله تبارك وتعالى: اقرأ، اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. وقال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم وطلب الاستزياد من العلم، طلب المزيد من العلم، يعني الله تبارك وتعالى طلب من نبيه ان يستزيد من العلم، فقال الله تبارك وتعالى له: وقل رب زدني علما، وذلك بشرف العلم. ولو كان هناك اشرف من العلم لطلب الله تبارك وتعالى من نبيه الاستزياد منه، كما امره الاستزياد من العلم. نعم ايها الاخوه، ويقول الله تبارك وتعالى: يرفع الله الذين امنوا منكم والذين اوتوا العلم درجات. وابن عباس له درجات فوق المؤمنين، يسوء العلماء بدرجه، ما بين الدرجه والدرجه مسيره 500 عام، وذلك بشرف العلم. فيجب علينا ايها الاخوه ان نحرص اولادنا على طلب العلم في الصغر، لانه كما قال الحسن: علموا اولادكم العلم، فان العلم في الصغر كالنقش على الحجر. وقال سيدنا الحسن بن علي لبنيه وبني اخيه: تعلموا العلم، فانكم ان تكونوا صغار قوم تكونوا كبارهم غدا. فمن لم يحفظ فليكتب. العلم قيد، العلم صيد، والكتابة قيده، قيد صيودك بالحبال الواثقة. فمن الحماقة أن تصيد غزالة وتتركها بين خلائق طارقة. أيها الإخوة، يجب علينا أن نعلم أولادنا في الصغر، وأن نحرص على تعليمهم منذ الصغر، وأن ننشئهم على التنشئة الإسلامية السوية بغير إفراط أو تفريط. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم اهدنا فيمن هديت، وعافنا فيمن عافيت، وتولنا فيمن توليت. اللهم اصلح الراعي والرعيه، اللهم قوم الرايه الاسلاميه، اللهم اجعل مصر امنا اماما، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم اشف واشف مرضانا، وارحمنا وارحم موتانا.